إذا أعجبتك أي من هذه المعروضات على جيوبك أن تكون ممتلئة. فمع اهتزاز الأمن في الشرق الأوسط سجلت أسعار الذهب والفضة أرقاما قياسية، والمستثمرون يبحثون عن ودائع آمنة. التجار في هذا المعرض في هونغ كونغ يقولون أن التوتر انعكس أيضا على أسعار الأحجار الكريمة، فالأنظمة التي تشهد احتجاجات تبحث عن كيفية تهريب ثرواتها على عجل. هناك مشكلة في الشرق الأوسط وستؤثر علينا. لا يمكنك أن تحمل مبنى ولا مالا، ولكن يمكنك أن تحمل أحجارا تساوي مليار دولار وتغادر. لذا كل العائلات الملكية تقوم بذلك. أتفهم قصدي؟ التغيرات السياسية جارية في ميانمار أيضا، التي تعتبر رائدة في إنتاج المجوهرات وأحجار اليشم. فالبلاد شهدت انتخابات العام الماضي وأطلق سراح زعيمة المعارضة، والبحث جار لتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد، لكن تجار اليشم يشككون في أثر ذلك على أعمالهم. منذ فرض العقوبات سعر حجر اليشم استمر بالارتفاع، لذا أعتقد أن رفع العقوبات لن يؤثر كثيرا، فالطلب الرئيس على الحجر يأتي من الصين ذات الاقتصاد القوي، لذا فسعره لن يتغير كثيرا. حجر اليشم له قيمة كبيرة في الصين منذ عصر الأباطرة، ويمكن أن يصل سعره إلى 10 ملايين دولار. ومع توجه الأثرياء أكثر للحصول على هذا الحجر، يرى التجار أن مستقبل هذا السوق لامع. سيستمر في النمو ربما إلى الضعفين وبنسبة 10 أو 20% كل عام، وبعض هذه المنتجات الجميلة قد يزداد سعرها حتى 50% أو أكثر. ومع تعاظم الثروة الصينية وعدم الاستقرار حول العالم، يبدو أن الأحجار الكريمة قد أصبحت الصديقة المفضلة للجميع.